عرب حضرة صاحب الجلالة الملك حامد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله عن تقديره واعتزازه بالمساعي والجهود الموفقة التي تقوم بها السلطة التشريعية في القيام بمسؤولياتها وواجباتها الدستورية وحرصها على ممارسة دورها الرقابي والتشريعي من منطلق التزامها الدستوري الأصيل في خدمة الوطن والمواطنين وتعزيز مفاهيم الديمقراطية النابعة من ثقافتنا وقيمنا الوطنية العريقة التي دشنها ميثاق العمل الوطني. جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى في قصر الصخير هذا اليوم على السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، ومع السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ونائبي الرئيسين وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي في مجلسي الشورى والنواب، حيث رفعوا إلى جلالته رد المجلسين على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به جلالة الملك المفدى خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع. كما أعربوا عن خالص التهنئة والتبريك وأطيب التمنيات للعاهل المفدى بمناسبة الذكرى السنوية 15 لميثاق العمل الوطني، داعين الله سبحانه وتعالى يعيدها على جلالته بوافر الصحة والسعادة وعلى الوطن الغالي بالعزة والرقي والتطور. وقد أعرب جلالة الملك المفدى عن شكره وتقديره لمجلس الشورى والنواب على دورهما وجهودهما الصادقة في خدمة مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز الوحدة الوطنية والمحبة والتآلف بين أبناء البحرين والتوافق بين الجميع من خلال التشاور والتنسيق المثمر وتبني قضايا المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتطوير القوانين والتشريعات التي تؤكد على أن مملكة البحرين هي دولة القانون والمؤسسات. وقال جلالته حفظه الله أن البحرين أثبتت أنها متحدة بفضل تكاتفنا، ويحق لنا أن نفخر بتجربتنا البحرينية الخالصة وأن نفخر بالكفاءات البحرينية التي تجعلنا على ثقة واطمئنان بمستقبل البحرين وتقدمها. وقد أعرب جلالة الملك المفدى عن شكره وتقديره للمشاعر الوطنية التي أبداها المواطنون الكرام أثناء احتفالات البحرين بالذكرى 15 لميثاق العمل الوطني. وأكد العاهل المفدى أن مملكة البحرين ماضية بعون من الله تعالى لتحقيق المزيد من التنمية وتعميق أسس المواطنة القائمة على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص. كما أكد جلالته حفظه الله أهمية مواصلة العمل لمزيد من التعاون المثمر بين السلطات لتحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم والرخاء للبحرين ولأبنائها الكرام. وأشاد الملك المفدى بما تضمنه رد مجلسي النواب والشورى من مقترحات وأفكار بناءة لتطوير الأداء وتعزيز العملية الديمقراطية لمواصلة مسيرة الوطن المباركة. وأكد جلالته أن مملكة البحرين ستبقى بمشيئة الله دائما بلد الخير والتعاون والتآخي بين الجميع، متمسكة بدورها الإنساني منفتحة بإرثها الحضاري على العالم. كما تطرق اللقاء إلى القضايا التي تخص الشأن المحلي وتخدم الوطن والمواطن وسبل الارتقاء بالعمل المؤسسي وتطويره وصولا إلى الأهداف والتطلعات المنشودة في مسيرتنا الوطنية، مشيرا العاهل المفدى إلى ما تمر به المنطقة من ظروف أمنية واقتصادية دقيقة تتطلب تضافر جهود الجميع لمواجهة متطلبات هذه المرحلة وما تفرضه من تحديات، معربا صاحب الجلالة عن تمنياته للسلطة التشريعية بمجلسيها رئيسا وأعضاء كل التوفيق في تحمل هذه المسؤولية الوطنية. وقد جاء في رد مجلس النواب على الخطاب الملكي السامي أن الخطاب يعد سبيلا ونبراسا يغطي مختلف جوانب العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مملكة البحرين، حيث جاء ليرسم ملامح المرحلة القادمة من العمل الوطني والمسيرة الديمقراطية التي أرسيت في ظل قيادة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. من جانبه عبر مجلس الشورى عن اعتزازه بما تضمنه خطاب جلالة الملك المفدى من تقدير لجهود السلطة التشريعية في مزاولة دورها الرقابي والتشريعي وسط مناخ ديمقراطي فاعل، لافتا إلى أن ميثاق العمل الوطني يعد أحد ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وأنموذجا يحتذى به في تطبيق الديمقراطية وفق أصولها العريقة. وعبر مجلس الشورى عن إيمانه الراسخ وثقته بأن تعامل جلالة الملك المفدى لمواجهة ما يحاك للبحرين من مؤامرات وأعمال إرهابية وشغب وتخريب لهو التعامل الحصيف الذي صد تلك المؤامرات وحقق لمملكة البحرين الأمن والاستقرار بفضل قيادته الحكيمة وبفضل وعي شعب البحرين الوفي ورفضه لتلك الأعمال البعيدة عن قيمه وموروثه الحضاري. Thank you.
هذا وأشاد معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بالخطاب السامي لجلالة الملك المفدى عاهل البلاد، معتبره قيمة استراتيجية مضافة للمملكة نحو استمرارية النهج الإصلاحي والتطويري والمضي به إلى آفاق جديدة من العمل والإنجاز عبر إرادة سياسية صادقة ومخلصة. هذا وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن ما تضمنه الخطاب الملكي السامي من توجيهات سديدة ومريات واضحة لهي أمانة ومسؤولية سيعمل المجلس النيابي جاهدا على تحقيقها وتنفيذها على أرض الواقع من أجل الوطن والمواطنين. تشرفنا اليوم بلقاء صاحب الجلالة الملك حامد بن عيسى خليفة ملك مملكة البحرين المفدى مع أخواني أعضاء السلطة التشريعية، وذلك لتسليم جلالته تقرير الخاص بلجنة الرد على الخطاب السامي. وكعادة جلالته استمعنا إلى توجيهاته السديدة وإلى جميع ما ورد في خطابه السامي في بداية هذا الفصل، والتي يعني عهدنا جلالته بأننا سوف نقوم في مجلس النواب بكل أمانة وبكل إخلاص بتنفيذ كل ما جاء في خطابه السامي خدمة للوطن وللمواطنين، كما أشيد أيضا بما جاء في الخطاب السامي لجلالة الملك خصوصا فيما يخص تعزيز مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والفصل بين السلطات والتعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، اللي حقيقة وصل إلى يعني درجة كبيرة من التعاون، خصوصا خصبتك صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة الذي لقينا منه كل مساعدة وكل تعاون في هذا المجال، خصوصا في المشاريع والمقترحات التي قدمها أصحاب السعادة النواب. وأيضا تطرقنا أيضا في الرد الخطاب السامي على ما جاء فيه من ما تمر به المنطقة من ظروف استثنائية سواء كانت اقتصادية وسياسية، والأمر الذي تحتم علينا بأن نلتف حول قيادتنا في مملكة البحرين، وأيضا أن نحاول أن نتفهم الوضع خصوصا الوضع الاقتصادي. كما عرب معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى عن تقديره وأعضاء المجلس للرعاية والاهتمام اللذين يوليهما جلالة الملك المفدى للسلطة التشريعية وحرص جلالته الدائم على الالتقاء بأعضائها ومتابعة سير العملية الديمقراطية في البلاد، والتي أثمرت عن تطور دور مجلسي الشورى والنواب في تعاطيهما مع مختلف المواضيع المطروحة في الساحة بالشكل الذي يتواكب مع تطلعات المواطنين ويحافظ على مكتسبات الوطن ويضمن سير العمل وفق الأطر الدستورية والقانونية التي جاء بها مشروع جلالة الإصلاحي القائم على دولة المؤسسات والقانون. وبعد تشرفه وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي بلقاء جلالة الملك المفدى لتسليمه رد مجلس الشورى على خطاب جلالته في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع، أكد معالي رئيس مجلس الشورى أن توجيهات جلالته في بداية كل دور انعقاد تعتبر بمثابة البوصلة التي يهتدي بها أعضاء المجلس من خلال ممارستهم لدورهم التشريعي، منوها بما فتحه الخطاب السامي من آفاق يستلهم من خلالها الجميع أولويات المرحلة وحجم العمل المطلوب لتخطي كافة التحديات والمتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم. كما أعرب معالي عن اعتزاز مجلس الشورى بما يتحقق من إنجازات للوطن والمواطنين في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى، مشيدا بالرؤى والتوجيهات الملكية التي عبر عنها جلالته خلال اللقاء، والتي تؤكد على ضرورة المحافظة على اللحمة الوطنية والانطلاق من العادات والقيم العربية الأصيلة التي يتمتع بها أهل البحرين الكرام وما يتميزون به من وعي وانتماء وطني لبناء مستقبل أفضل لمملكة البحرين.